في المنهج اللي رباها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام أني كلمتك في أذنك معناها أن السر. قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة قالت ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ فقالت قد قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين. عارضني يعني راجع معي القرآن وقرأه معي. كل سنة جبريل يراجع معه القرآن مرة واحدة، إلا في تلك السنة التي سبقت وفاته صلى الله عليه وسلم راجعه معه مرتين. يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة في أذنها ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. تقول فبكيت، بكيت أنه حضور أجل النبي صلى الله عليه وسلم وحضور أجلي أيضا أنا. يعني فاطمة عندها أبناء، عندها الحسن والحسين وعندها أطفالها وهي أم، فما يعني يبقى أنها أم تشتاق إلى أطفالها إلى زوجها إلى حياتها.